الحمد لله على السلامة يا محسن بيه. الله يسلمك. ايوه يا حمد. ايه؟ امتى ده حصل؟ وفي ركاب كتير ماتت؟ يا نهار اسود. كده بيتنا اتخرب. بيتنا اتخرب. واشتريت البلوفر الابيض؟ ده تحفه حقيقي. مش بس التليفون مشغول كل ده ليه يا هانم؟ وبعدين موبايلك فين؟ هكلمك بعدين. متصربة على ايه؟ مالك في ايه؟ كارثه، مصيبه، الباخره بتاعتنا غرقت وعليها جثه كبير من السياح. ايه اللي بتقوله ده؟ الباخره بتاعتنا غرقت؟ ومات منهم كتير، واكيد هيجيبوا رجلي في الموضوع. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. هتعمل ايه يا محسن؟ احنا لازم نسافر حالا قبل ما يصدروا قرار بمنع سفري. يلا بسرعه الحاجه، جهزي شنطتك انت والاولاد. لا يا محسن، لا، ما ينفعش نسافر معاك. الولد عنده جامعه والبنت عندها دراسه. بص، سافر انت، سافر، واحنا هنحصلك في الاجازه. طب يلا بسرعه عشان الحق اول طياره على لندن. لندن ايه؟ هو مسافر ولا ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه يا ماما؟ ما تسيبني في حالي يا ابني. ايه يا ماما مالك؟ في ايه؟ في ايه مالكم؟ ما يا جماعه حد يفهمني في ايه؟ فريدة، أنا عايزكم تخلي بالكم على نفسكم. أنا مش هغيب كتير في لندن إن شاء الله. وإن شاء الله الأمور هتتصلح. وهتبقى أحسن من الأول كمان. هتتصلح، بس أنت سايبني من غير سيولة، من غير سيولة يا محسن. فيزا كارت أي حاجة. مع إنك مش هتلحقي، اتفضلي. كمان؟ يا بابا، ممكن تفهمني في إيه؟ يا حبيبي مفيش أي حاجة، الظروف صعبة ومفيش وقت. كل اللي عايزه منك تخلي بالك من ماما وشيروت. هخلي بالي عليهم يعني من غير فلوس؟ انت مش سايبني ولا مليم، شوف لي معاك اي حاجه. يا لؤي، قلت لك الظروف صعبه دلوقتي، وعلى العموم اول ما هسافر لندن واظبط الامور هناك هبعت لك فلوس، اوكي؟ لسه هستنى لما تبعت لي من لندن يا بابا. لؤي، عايز اسافر واحس ان انا سايب راجل في البيت واخد باله من البيت. يا حبيبي سايب راجل وكل حاجه، بس انا طب اصرف على البيت انا ازاي؟ طيب احتجت حاجه اعمل ايه انا؟ ماما هتبقى تفهمك. مع السلامه يا محسن بيه. يا بابا، هو في ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ازاي جامعة القاهرة العريقة تخرج بره التصنيف العالمي الافضل 500 جامعة على مستوى العالم؟ طبعا الاجابة واضحة وصريحة زي ما احنا شايفين، لان الدكاترة الكبار بتوعنا، الخبرة العظيمة اللي الدولة صرفت عليهم، بيبعتوا لنا اي معيد يدينا احنا المحاضرات، وهم بيدرسوا في الجامعات الخاصة. طب احنا هنتعلم امتى؟ ما هو لو بياخدوا مرتبات عدله ما كانوش سابوها. يا سلام، ما هي دي سلبيه. كنا نسكت على الغلط، ده معناه ان البلد دي عمرها ما هتتقدم لقدام. يا جماعه لازم نتكلم يا اخوانا، لازم نصارح نفسنا. الجامعه بقى فيها غرز بيتضرب فيها بانجو علنا، واحنا شايفين ده وساكتين. لازم يا جماعه نواجه ده، لازم كلنا نتكلم، لازم صوتنا يبقى عالي. طب وهنعمل ايه يعني؟ نعمل كتير قوي. انا مثلا في برنامج الانتخابي ناوي اخاطب المجلس الاعلى للتعليم، ونفتح كل الملفات الشائكه، ونجيب حقوقنا اللي ضايعه. ومش بس زمايلنا اللي مرشحين نفسهم في الاتحاد، احنا كمان لازم نتكلم، لازم كلنا نبقى ايد واحده عشان نعرف ناخد حقوقنا. الانتخابات مش رحلات. هتيجي معانا في تكعيبه ولا نطير احنا؟ لا، انا هوزع بس برنامج الانتخابي وهحصلك. اوكي، متاخريش. سام كل سنه في نفس الحوارات وبرده مفيش نتيجه. يا بنتي، هي سام كده طول الوقت بتعارض. انت عارفه لو ما لقيتش حد تعارض ممكن تعارض نفسها. خليني انا عارفه سام. تكلمي جد؟ اه والله. يلا بينا قصاد حماده الجامعه وقصاد كل الناس اللي موجودين هنا. والنعمة مجنون برضو، مشيت اللي في دماغك وجيت. يا زلمة انا فيوز قلبي هيضرب. طب اخلع بقى قبل ما طلبة يجي وتبقى قافل. انا مخنوق قوي يا زينة، طلبة مش عايز يقف جنبي. ما انت اللي خايف، ما كان مديك بضاعة ومروقك.
انا حاسه بقى كده ان انت خدت البضاعه وزعتها على البنات بتوع الجامعه، صح ولا لا؟ انا عارفه عينك زيخ كده يا زينه، وكتاب الله انا اكذب على الدنيا دي كلها واجي عندك انت ما اقولش غير الحقيقه. يعني مفيش واحده كده ولا كده من بنات الجامعه شغلت قلبك؟ هما البنات اللي هناك احلى مني دلوقتي؟ عيب عليك يا زينه، ده انت احلى واحده في عيوني. يا عسل العسل حبيبي يا طلع. زينة ايه اللي بيحصل في غياب يا زينة؟ ده الواد طلعت الكهربائي. ما انا عارف انه زفت طلعت الكهربائي. ايه اللي طلعه هنا؟ انت يا ايه اللي خلاك طلعت السلم ده برجليك؟ مش انا بحذرك 100 مرة؟ مش قايلك ما تطلعش هنا؟ ولا عايزني اكسر لك دماغك؟ ما تنطق واكتب اللي انا اقول الحقيقة. جيت اغسل الفيشة ضربت، فبعت البت نوسة تجيب لي حد كهربائي، فبعتت لي طلعت. وبعدين ايه اللي حصل يا اخويا؟ ما احنا واقفين قدامك على السلم وانت شايفني يعني مضيفاه جوه في الانتريه. بس يا بنت اخلصي خلاص، يلا غور من هنا، ما اشوفش وشك هنا تاني، سامع؟ يلا حبيبي يلا، وانت خش جوه، خش قدامي. ماشي، بكره تعرف ان محدش بيحبك قدي ومحدش معجب بيك قدي. السلام عليكم. عليكم السلام. في يا خالد؟ انت شايل طاجن ستك كده ليه؟ ابويا وتحكيمه يا ست، حلف على ام طلاق ثلاثه ان لو ما عودتش ومشيت معاه في المدعوجه الانتخابات دي هيقطع عني الشهريه. طب وايه المشكله يعني؟ ما انت اكيد مدكن لك قرشين هنا ولا هنا. وبعدين يا اخي انت تعب نفسك ليه؟ ما تقول له عندي محاضرات، عندي مذاكره، مشغول كده يعني. اما مذاكره هنا عمري فتحت كتاب؟ وبعدين ايه ماده التكاليف الخرفانه دي؟ حسابات وتعدي، انا اصلا بكره التجاره، ما اعرفش دخلت الكليه دي ليه. غريبة قوي، انت ازاي تدخل حاجة مش حاببها؟ اللي حصل يا ست اتدبست. يعني انت بتفكر تعتذر السنة دي؟ عليها النعمة ما يحصل، لو طلبت اني اسيب له الانتخابات وعاود. انا السنة دي حاسس اني ممكن انجح، مش متأكد بس عندي احساس بنسبة 30%. ايه يا ابني انت شخصية انهزامية بالشكل ده ليه؟ اتفضل روح لابوك وارجع بسرعة عشان تقف جنبي في الانتخابات. انتخابات ايه؟ انت داخل مجلس الشعب. يا حبيبي انا مقدمة نفسي هنا امين لجنة ثقافية في الكلية، وان شاء الله اكون امين اتحاد الجامعة كلها. يعني انا اسيب انتخابات ارجع لاج انتخابات؟ ايه الحوسه دي؟ يا حبيبي المشاركه في الانتخابات دي واجب وطني. واجب وطني ده؟ انا ابويا حزب وطني. يا حبيبي في فرق كبير، لازم يكون لك راي في اختيار اللي بيمثلوك. بيمثلوا ايه اللي دخل الممثلين في الانتخابات؟ خش. ايوه يا ابوي وحشني يا ابوي. ابو لؤي يا جامد ليك وحشه، هحكي لك ازاي رفعت علم مصر في دبي. بس قول لي الاول مالك ضارب لي فيس من ساعه ما شفته؟ انت يا ابني ما بتقراش جرايد؟ ما تعرفش ايه اللي حصل لنا؟ عرفت وانت بايدك ايه تعمله يا بلاي؟ في حاجات كتير قوي هتتغير يا شعلان، بس يلا مش مهم، خلينا في الاهم. محضر لك سهره النهارده انما كده. هو ده الكلام؟ انا عايز اسهر من الليله دي يا مان. اي هاف نو تايم تو لوس يا مان. قول لي بقى مين اللي هيسهر معانا الليله دي؟ هتسهر معاك يا سيدي واحده اسمها زوزو. زوزو؟ حلوه زوزو دي؟ عيب عليك. ايوه بقى. وانت؟ انا يا سيدي معايا سوسو. سوسو يا سيدي؟ سوسو من زوزو مش فارقه كتير. لا يعني. سوسو تفرق كتير قوي يا عمي. مش مشكله، المهم نسهر. هتسهر يا سيدي؟ ايوه بقى. ايوه بقى. رخصة من فضلك.
شوف شغله. هو في ايه؟ ها؟ هو في ايه؟ والله مش عارف اشعلان بيه. هتشلني؟ ان شاء الله. هي دي اللي فهمتها؟ طب هات الشنط وتعالى ورايا حصلني. ها؟ تعالى يا عم. جدا انكل. والله مش عارف اقولك ايه. ما تقولش اي حاجة. انت برضو زي ابني اللي انا كنت بترجى من الدنيا. بعدين يا سيدي انا ما كنتش المحامي بتاع والدك وبس، لا. ده احنا الاهل. بس يا انكل. اسيبكم بقى توضبوا حاجتكم وان شاء الله اجيلكم بكرة الصبح عشان اطمن عليكم. ميرسي قوي يا فؤاد. ميرسي. على ايه؟ انا ما عملتش غير الواجب. شكرا. بعد اذنكم. مع السلامة. بجد انا مش قادره كده كتير. اهدي يا شربت علشان خاطري. اهدى ازاي بس يا مامي؟ وبعدين قوليلي هنعيش هنا ازاي؟ ازاي هنعيش هنا وهتكوني قويه؟ مش كفايه عليا اللي انا فيه؟ انا مش هستحمل اشوفكم بتتدمروا قدامي. تعالى يا لؤي انا عايزاك. تعالى يا ماما اقعد. بص يا لؤي، انت دلوقتي يا ابني راجل البيت. عارف ايه يعني راجل البيت؟ يعني لازم تشيل المسؤوليه معايا. تاكل يا ماما. اوكي يا ماما. الو. ايوه ماما. ايوه يا شعلان. ايوه يا حبيبي. لا عدى عليا بقى النهارده، ما انت فاهم. طيب ماشي، النهارده بالليل. ماما انا هنزل اجيب لكم حاجات. طيب ماشي يا شعلان، يلا سلام. تنتخبوا مين؟ الحداد. وحبيبكم مين؟ الحداد. 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 الحداد حبيب الكل. الحداد حبيب الكل. ذمته بيضة وزي الفل. ذمته بيضة وزي الفل. الحداد حبيب الكل. الحداد حبيب الكل. ذمته بيضة وزي الفل. ذمته بيضة وزي الفل. منير القاضي فين؟ الحاج مجاهد زين. 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 تنتخبوا مين؟ الحداد. وحبيبكم مين؟ الحداد. شاكرين يا رجال. كله تمام وجاهزين زي ما اتفقنا. اكيد منير القاضي ليه عيون عندينا. طبعا، بس لازم يعرف ان احنا واعرين، واعرين قوي كمان. كل قرايبنا وحبايبنا موجودين؟ كلهم موجودين الا واحد. مين؟ خالد ولدك. شيعت له زمان القطر وصل. كيف ولدي ما يبقاش في ظهري؟ بالروح بالدم نفديك يا حداد. 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 شكرين يا رجال، شكرين شكرين. انا مش هقول لكم هعمل واسوي، لا، انتوا عارفين انا مين. وعايز اطمنكم، انا لفيت الدايره بلد بلد ونرجع نرجع. اطمنوا خالص، بعون الله هبقى في المجلس، ولما ابقى في المجلس كنكم في المجلس. محطه المايه هتكمل،
ومش بس كده، لا، المدرسة الإعدادي والكبر الجديد. وعايز أقول لكم على حاجة، ما تسمعوش الكلام اللي بيتقال، انتوا عارفين مين اللي بيقولوا. تصوروا بيقولوا ايه؟ بيقولوا اننا بشتري اصوات وبدفع رشاوي. الحداد كبير كبير ولا رشاوي ولا تزوير. 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 صحيح يا رجالة، أنا بدفع، بس بدفع في الخير. الحداد كبير كبير لما يرش يرش الخير. الحداد كبير كبير لما يرش يرش الخير. وإن شاء الله لما أنجح وأبقى في المجلس نتقابلوا ونحتفلوا مع بعضينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالروح بالدم نفديك يا حداد. بالروح بالدم نفديك يا حداد. شال يا بي. يلا يلا توقف. وقف هنا يا عبد الجبار. لو ابوه سأل علي كله جاي وراك. حاضر يا خالد بيه. سلام سلام. هات هاي يا خالد. كم كان؟ قعد عرض جوام يا صاحبي. سلاح المزلوجين جوي. والمكسب من كام؟ من ستة. العب يا بغرة. شوف الله يخليك. هات هاي. مبروك يا فتحين. الله يبارك فيك يا خال. ها تلعب ماتش تاني؟ لا كفى عليكم كده. روح الحق وقطر الساعه 6 وانتوا شايلين الستة. ايوه هيعيطوا هيعيطوا هيموت هيقلد الكتكوت. بقول لك يا فتحي شكلك كده زين زين. ما بينش اللي كنت بلعب كوره زي الفل. تلاقي فريق كفر العزايم مروحين في القطر مهمومين. طبعا ده احنا مثلنا بيهم فيلم الارض. تعرف يا احنا كسبنا ليه؟ ليه يا عمتو؟ عشان كنا يد واحده قلب على قلب بعض. مش المهم مين فينا اللي يجيب الجون، المهم اننا نكسب. شوف يا اخي، شوف انا وانت اصحاب من قد ايه؟ ده احنا اصحاب من اولى ابتدائي يا راجل، لكن ابوك ابوي اعوذ بالله يتمنوا الموت لبعضيهم. كله من الانتخابات اللي داخلين فيها قدام بعض. وفيها ايه؟ ما واحد يتنزل للتاني وخلاص. اذا كان كده يبقى ابوك يتنزل لابوي. واه وابوك ما يتنزلش ليه؟ لا ابوك احسن من ابويا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا همشي عشان لو جيهم ما لقانيش هيطين عيشه اللي خلفوني. ماشي يا صاحبي. سلام. سلام يا صاحبي. خالد وما جاب زيد العارف. وحشتك يا ابوي. تعال هنا. ازيك يا ابوي؟ بقى تسيب ابوك في المؤتمر اللي عامله عشان الناس ينتخبوه وتروح تلعب كوره مع العيال اللي زيك اول ما تعود من السفر؟ مين انا؟ ايوه انت. اوعى تنكر، يعني بعرف دبه النمله في البلد دي. طبعا ما انت كبيرها يا ابوي. اسمع يا خالد، دي اخر مره تسيبنا وتروح تقعد مع اصحابك. امرك يا ابوي. ومن الليله دي انت معايا في كل مكان لحد اخر يوم في الانتخابات. عايز احس انك في كتفي، انك دراع اليمين. ايه امال؟ عايز احس ان انا خلفت راجل مش عيل صغير. امرك يا ابوي. وفتحي والد منير القاضي، لا تشوفه ولا تحدثه تاني، مفهوم؟ لا 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 لا. يا قلبي المجروح، مالك يا عم ماجد؟ ايه الشعر اللي انت كاتبه ده؟ وبعدين مطلب نقض على نفسك ليه ومربيلي دقنك كده وعيشت في جو كآبة يا ابني؟ مالك بقى واحدة تعمل معاك كده؟ مش هي واحدة، لا بتاعتي أنا، كل حاجة ليا
كانت حياتي يا اخي. حبيب قلبي يا ابني اخرج بقى من برنامج حياتي ده، بلاش بقى تعامل لي فيها حاسس بخنقه وحاسس لي بضيقه وضيق تنفس ومغص وحموض. ايه يا ابني الشغل ده؟ ما تقوم ننزل. ننزل نعمل ايه بس؟ وقعد لي نفس يا عم. قوم ننزل نخرج من الجو المؤلم ده. تبير بس انا عشر عايش غير دي. لا لا لا، طب ما انا كمان. طب ده انا اللي جايلك في الموضوع ده اصلا. اوبا وماله؟ ماشي هاخد بقى سجارتين عشان ايه طلع. بس انا رايي بقى يا عم ماجد، اكتب اكتب على قد ما تقدر. حزين شرايينك بقى يا معلم. حبيب صباح الفل يا عمو. فين الأزاز يا عم لؤي ولا هنقضيها كده؟ ايه؟ فين الأزاز يا عم لؤي ولا هنقضيها كده؟ لا ما تقلقش، اصبر على رزقك. هما جايين دلوقتي. جايين؟ أول مرة أشوف الزبون يجي قبل البضاعة يا عم لؤي. هما شغالين هنا؟ هي شغالة هنا اه، بس ما أعرفش اتأخرت ليه. إيه إيه؟ اتأخرت؟ هي السيارة هتبقى على واحدة بس؟ يا سيدي استنى. أديني مستني. بيت سوسو وزوزو اتأخروا ليه؟ مستر مفتوح مستعجلهم بنفسه. طيب ماشي. تأخرت ليه يا زفت انت وهي؟ ما لقيناش ميكروباصات. ميكروباص يا بيئة انضافي بقى. يجري نجار الشكروات بتاعك ماله؟ شوفي 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 شغلك. ايه معامل شيك؟ حبيب شعلان، شعلان صاحبي وصديقي واخويا. مصر طول عمرها ولا عندك زوزو؟ دي سوسو تبع انا. مش قلنا سوسو من زوزو ما تفرقش يا ابو عين. وانت مزاجك عامل ايه يا زوزو؟ مفيش احلى من كده. وانت بقى يا قطه بتشتغلي ايه؟ مهندس. اموت انا في الهندسه. مال متضايق شويه؟ بقولك ايه، ما تيجي نغير المكان ده؟ تيجي نروح الفيلا عند شعلان؟ يلا. بقول لكم ايه شعلان، تعال نروح الفيلا عندك يلا. بقول لك يا خال، مش ناوي تحول لجامعه اسيوط السنه دي؟ لا. وابوك مش هخليك تحول؟ انا فهمت ان عشان احاول لازم انجح، وانا بسقط هديلي سنتين. واه، وما يعرفش الحكايه دي؟ هيعرف منين؟ هو فضيلي كفايه عليه الانتخابات والمره الطافح اللي هو فيه. وانت ايه اللي جابرك على كل ده؟ ما تحول لجامعه اسيوط. يا ولد ابويا ده احنا مع بعض من واحنا صغيرين، ده حتى الثانويه العامه نجحنا مع بعض وسقطنا مع بعض. يا ده انا حابب مصر، عايز اعيش في مصر. يا سلام على بنات مصر ونسوين مصر. يا ده انا كاتب في رغبات تجاره القاهره انتساب وما كتبتش تجاره اسيوط انتظام. ما تيجي انت تعيش معايا؟ لا انا قاعد هنا وراي ارض ابويا. مش ده عمي؟ هو بعد جون قبل لو شفنا مع بعضينا. لسه مشرف سعادتك. شكرا يا ماما. تعال هنا، تعال تعال، افتح بقك افتح بقك افتح بقك. ايه الريحه دي؟ انت شارب حاجه؟ اه انا شارب دوق. تعال هنا يا عديم الاحساس يا قليل الربايه. مش كفايه اللي احنا فيه، كمان جاي سكران وبتتطوح. مين قال يا ماما ان انا بتطوح؟ حضرتك اللي مش شايفه مظبوط يا ابني. مش حاسس، مش حاسس باللي احنا فيه؟ مش حاسس؟ ما بتفكرش غير في نفسك وبس. طب ما انت كمان يا ماما مش بتفكري غير في نفسك وبس.
يبقى خلاص واحد واحد متعادلين. بوبي كمان مش بيفكر في نفسه بس، يبقى واحد 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 برضو متعادلين. قصدك ايه؟ تعال 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 تعال، قصدك ايه؟ ها قصدي مامي انها فاهمك كويس وعارف انت ناوي على ايه. انت عايزه تخلعي بوبي بس بالطريقه. انا سمعتك وانت بتكلمي طنط حشمت وقلت لها كده في التليفون صح؟ كمان بتتجسس عليا. شوف يا مامي انا فاهمك كويس يا مامي، بوبي خلاص ما بقاش معاه فلوس، واللي معهوش فلوس ما يلزموش. اخرس يا قليل الادب، غور من وشي، غور من وشي السعادي، غور. والله عاد منور يا ابوي. راجع تتسحب في نص الليل، كنت فين لحد دلوقتيت؟ كنت مع اصحابي يا ابوي. مع اصحابك؟ انا اقطع خبرك انت وهم، انا مش قلت لك ترجع قبل العشاء صح ولا لا؟ صح يا ابوي. لما هو صح راجع متاخر ليه؟ سامح المراد يا ابوي. اسامحك كيف؟ اسامحك كيف وبكره الاعاده بيني وبين منير القاضي؟ يا خالد يا ولدي انا عايزك تبقى في كتفي لحد ما اوصل للبرلمان وابقى النايب الجديد. عايز احس ان انا وراي راجل. وراك راجل يا ابوي. حاضر، من النجمة اكون في كتفك وان شاء الله تدخل البرلمان يا سيادة النائب. ايوه حلوة سيادة النائب. حلوة يا ابوي. مجاهد الحداد في البرلمان يا رجالة! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! سمعوا! هدول بالغش والتشوير! فتحي! يلا رجالة! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مبروك يا ابوي. وابارك فيك. مبروك تحطب معايا. ايه؟ احطب؟ لا يا خالد انا خلاص كبرت على الكلام ده. انت وعدتني انك لما تنجح في الانتخابات تقوم تحطب معايا، ووعد سياده النائب دين عليك. يا راجل قوم، ده ليله في العمر ما تعوضش تاني ابدا. قوم يا راجل قوم. ماشي ماشي. يلا يلا يا خالد ورينا يا سياده النائب ورينا.